منشأة رأي البيضان انطلقت إلى أن الأفراس في شوطها الخامس في الجزء الثاني على جائزة سعد بن بخيت التركي يرحمه الله من أهل الرياض وحضر رواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله وترى هذا الشوط لأفراس الإنتاج السعودي عمره 4 سنوات فأكثر الأفراس التي لم تكسب وعلى مسافة 1600 متر قيمة الجزء 18 ريال سلامات في المركز الأول متابعة من اهتمام وأيضا من جلية في المركز الثاني وأيضا من قبل صدفة من الداخل والصدارة لسلامات في المركز الأول جلية المركز الثاني واقتراب من كل من صهوي ومزاحمة في هذه الأثناء وأيضا حاسيس المرشحة الأولى تنتظر الانطلاقة فيما سلامات تقود الأفراس في هذه الأثناء وصهوي الآن تتقدم للمركز الثاني مع تقدم مزاحمة للمركز الثالث صدفة في المركز الرابع جلية المركز الخامس وتقترب الآن الجياد من المنعطف الأخير باتجاه خط النهاية وشاهد سرية شجران تتقدم المرشح الثانية في هذا الشوط والصدارة لصهوي في المركز الأول للمركز الثاني لسلامات ومحاولة من سارية شجران للتقدم الآن في هذه الأثناء في المركز الثاني صهوي في المركز الأول تتقدم وتبتعد عن بقية الأفراس المنافسة لها في هذا الشوط إذا صهوي ما شاء الله لا قوة إلا بالله بنت شجران لبي فيصل بن خالد بن عبد العزيز تحقق المركز الأول في الشوط الخامس في جزئه الثاني.